انطلق في دبي اليوم معرض العقارات الفاخرة الذي يقام لمدة 5 أيام في مركز دبي المالية العالمي في أعقاب الإعلان عن عودة دبي إلى قائمة أفضل دول العالم للاستثمار في مجال العقارات. محمد تركي والمزيد من التفاصيل. من المرتبة 186 إلى المرتبة 39 هو الترتيب العالمي الذي قفزت إليه إمارة دبي من حيث النمو في السوق العقاري، حيث ارتفع حجم الاستثمارات العقارية في الإمارات ليصل إلى 13.5 مليار درهم. معلومات أصدرتها شركة كوشمان أند ويكفيلد في تقرير حديث سلط الضوء على دبي كواحدة من أهم أسواق العقارات في العالم. وتظهر سرعة الزيادة في أسعار العقارات في دبي ثباتا عند 24%، بالرغم من توقعات المحللين أن عام 2015 سيشهد المزيد من ثبات الأسعار في وقت قد يزيد فيه العرض عن الطلب. وعلى النطاق الإقليمي، أظهر سوق العقارات السكنية لدول مجلس التعاون الخليجي أداء كليا أفضل خلال السنتين الماضيتين، ويمثل معرض العقارات منبرا فريدا تلتقي فيه كبرى الشركات العقارية والتي تؤمن بالبيئة الاستثمارية المطمئنة في دبي، حيث أن ارتفاع نسبة الاستثمارات في قطاع العقارات خلال الفترة الماضية هو مؤشر للثقة في البنية التحتية لهذا القطاع. ويرى المشاركون في هذا المعرض أن إكسبو 2020 سيزيد نسبة الطلب على العقار، مما يخلق فرصا جديدة تعزز نمو السوق العقاري. ومع زيادة الاستقرار والأمن في دبي، يأتي معرض العقارات ليوفر منبرا مثاليا لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتطورة في سوق دبي العقاري المتنامي. قال خبراء في معرض العقارات أن الاستثمار العقاري في دبي شهد ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، مضيفين أن ما يحرك أسعار السوق العقاري هي وجهات النظر، فيما أجمعوا على أن كمية العرض هي التي ستكون العامل الحاسم لاستقرار الأسعار. الحقيقة في طلب على العقارات الفاخرة في دبي، كما هو الطلب موجود على العقارات الاقتصادية. فالعقارات الفاخرة لن تتأثر بطرح العقارات الاقتصادية، لأنه موجود هناك الطلب لهذه، موجود طلب للعقارات الفاخرة. حقيقة دبي جذبت المستثمرين العقارات الفاخرة كونها بلد مستقرة وبلد تستقطب الاستثمارات الأجنبية من جميع أنحاء العالم. يوجد دراسة تقول بأن أسعار الوحدات في دبي قاربت أو تساوت تقريبا بأسعار منهاتن، برأيك هل هذه الدراسة تصب في صالح الاستثمار العقاري في دبي أم ضده؟ صحيح، ارتفاع الأسعار طبعا يقلل من بيع العقارات الموجودة في دبي. الأفضل هو عدم المبالغة بالأسعار، وننصح المطورين بعدم وضع أرباح مبالغ بها لجذب الاستثمارات الخارجية الأجانب والاستثمارات كمان من القطاع الإقليمي، مما يشجع استمرار العقارات في دبي واستمرار المطورين في طرح مشاريعهم. إذن فتقصد بأن المستثمرين لا يلتزمون بالتشريعات التي وضعتها الدولة أو بالقوانين التي وضعتها الدولة، أم ماذا تقصد بأن المستثمرين يقومون برفع هذه الأسعار؟ هو الأسعار تعتمد على العرض والطلب الحقيقة، يعني المطورين بيرفعوا الأسعار لما يكون في طلب عالي، والطلب لما يخف بتزيد التنافسية وبتقل الأسعار. حاليا في طرح للعقارات بشكل كبير، مما يخفف من ارتفاع الأسعار، فالطلب هيكون أكثر في المراحل الجاية كون أن الأسعار هتكون مناسبة للمستثمرين الخارجي. الأجانب هم الأكثر استثمارا في القطاع العقاري لعام 2014، برأيك هل هذا هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار العقارات بشكل متسارع أم هناك أسباب أخرى؟ نعم أكيد الأسعار ترتفع لما يزيد الجذب للمستثمرين الأجانب والطلب يزيد فالأسعار ترتفع، وهذا ما تكلمت فيه أنا، طرح المشاريع بأسعار معقولة وبأرباح معقولة بتؤدي إلى زيادة المستثمرين الأجانب
وزيادة الرغبة من المستثمرين المحليين في شراء العقارات.